مرحبا بكم في موجز الرابعة من إنفوجراد. في أولى قرارته المصيرية وبعد أقل من 24 ساعة على توليه المنصب، أعلن وزير الصحة الجديد يوهانس راوخ والوزيرة الدستورية كارولين إدلشتادلا اليوم الأربعاء تعليق قانون اللقاح الإلزامي بناء على قرار لجنة الخبراء، حيث أوضحت إدلشتادلا أن اللقاح الإلزامي ليس متناسبا مع البديل السائد أوميكرون من الناحية الطبية والقانونية حالياً، ويجب اتخاذ قرار جديد في غضون 3 أشهر، لكنها شددت على أن الفيروس متغير للغاية، ويجب التحلي بالمرونة والقدرة على التكيف، لذا سيظل قانون التطعيم الإجباري ساري المفعول ولكن دون تطبيق غرامات على الرافضين. بسبب الخوف من التضخم الذي وصل إلى 6% تقريباً، يوجد إقبال هائل على شراء الذهب في فيينا، فقد سجلت شركة مونسا أسترايش زيادة حادة في مبيعات الذهب. وقالت المتحدثة باسم الشركة أندريا لانغ أنه منذ الغزو الروسي لأوكرانيا سجلت الشركة مبيعات بنحو 500 مليون يورو مع تجار الجملة وحدهم، وفي نفس الوقت من العام السابق بلغت المبيعات حوالي 200 مليون يورو، موضحة أن الطلب يتجاوز العرض حاليا، مشيرة إلى أن الدول المجاورة لأوكرانيا تطلب المعادن النفيسة أكثر من المناطق الأخرى، كما حققت شركة فيلورو مبيعات بقيمة 2 ملياري يورو، وينصح الخبراء أي شخص يرغب بشراء الذهب بأن يراقب تطورات الأسعار، حيث أنه منذ غزو أوكرانيا ارتفع سعر الذهب بنحو 14% وتجاوز حاجز 2000 دولار أمريكي للأونصة. بسبب أسعار الكهرباء المرتفعة للغاية في السوق العالمية بنسبة 400%، تقوم العديد من الشركات حالياً بطرد عملائها في مقاطعة شتير لعدم قبولهم الزيادات الكبيرة في الأسعار. وقد قال خبير السياسة الاقتصادية في نقابة العمال هاينز كيتل أن حقيقة أن مزود الكهرباء يريد التخلص من عملائه هي شيء غريب من نوعه. ووفقا للخبير سيصبح الوضع أفضل في الصيف بسبب الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ناصحا العملاء بقبول عرض عقد المتابعة والامتناع عن الالتزامات التعاقدية طويلة الأمد، كما أنه عادة ما يكون البقاء في الموقف الحالي أرخص من البدء من جديد بمزود كهرباء بديل. بسبب الحرب الأوكرانية وتفاقم الوضع الاقتصادي، قامت الشركات الأولى في شتايا بتسجيل 3000 موظف في نظام العمل بالوقت القصير، حيث أكد رئيس مكتب العمل AMS في شتايا أنه بسبب عدم وجود أسلاك التوصيل المستخدمة في صناعة سيارات BMW التي يتم تسليمها من أوكرانيا، وأكد أنه سيستمر الإنتاج في الشركة فقط حتى يوم الجمعة، كما يوجد طلبات عمل إضافي قصير الوقت من صناعة المعادن ومعالجتها بسبب نقص المواد الخام، بالإضافة إلى طلبات للعمل بالوقت القصير من صناعات النقل والأخشاب والمنسوجات. كان هذا هو موجزنا، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة، وإلى اللقاء.